إحياء للذكرى الأولى لانتفاضة القدس ودعما لاستمرارها، نظمت مسيرة جماهيرية حاشدة من قبل حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، شاركت فيها القوى الوطنية والإسلامية، وردد المشاركون شعارات تؤكد على استمرارية المقاومة نصرة لدماء الشهداء. الموت الموت لإسرائيل. إحياء للذكرى الأولى لانتفاضة القدس ودعما لاستمرارها، مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، شاركت فيها القوى الوطنية والإسلامية. المشاركون حملوا لافتات وشعارات تؤكد على استمرارية المقاومة نصرة لدماء الشهداء ولأهالي القدس والأسرى. رغم كل المحاولات الإسرائيلية والتآمر على الانتفاضة، ها هي تستمر وتدخل عامها الثاني. المقاومة الفلسطينية اليوم من خلال هذا الحشد الكبير، الحشد الجماهير الكبير، تعلن دعمها لهذه الانتفاضة وتعلن أنها ملتزمة بحمايتها والدفاع عنها. فصائل المقاومة دعت من خلال المسيرة إلى ضرورة إعادة النظر وتقييم الخيارات الموجودة على الساحة الفلسطينية، مطالبين السلطة الفلسطينية وقف المفاوضات والعمل على استراتيجية المقاومة التي تحفظ الثوابت والحقوق الوطنية ضمن برنامج سياسي موحد. هذه الانتفاضة بحاجة إلى إعادة تنظيم وترتيب لضمان استمرارها ووضع استراتيجية وطنية موحدة تجمع الكل الوطني الفلسطيني وكل قوى الشعب الفلسطيني من أجل ضمان إنجاز حقوق شعبنا الفلسطيني. التنديد بسياسة الاحتلال الصهيوني المتخذة بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى وما يتعرض له من عمليات تهويد وانتهاكات متكررة هي رسالة المحتشدين في ذكرى الانتفاضة، مطالبين الأمة العربية والإسلامية القيام بواجباتها في الدفاع عن قبلتهم الأولى ودعم المقاومة. نوجه رسالتنا لأحرار العالم لأن يقفوا بجانب هذا الشعب الفلسطيني المظلوم وضد هذا العدو الصهيوني الذي ينتهك الأراضي باستمرار والذي يعتدي على المواطنين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. احنا جايين دعم للمقاومة من جميع أماكن قطاع غزة، من أماكن تواجدنا، جايين زحفا، جايين من الجنوب، من الشمال، من الوسطى، لدعم المقاومة لأنها هي الخيار الأول والأخير للشعب الفلسطيني. من وجع الأمة كانت. أتمت انتفاضة القدس عامها الأول شاهدة على سطوع نجم جديد في الحراك الثوري الفلسطيني ضد المحتل الغاشم، وسط تأكيد شعبي على دعم استمرارها. جاءوا هنا لتجديد العهد والوفاء لمواصلة ضرب الجهاد والمقاومة، الطريق الوحيد لتحرير القدس والأراضي المحتلة. غادة خالد، تلفزيون الكوت، قطاع غزة.